يعني اول لما سافرت بره وكده كان في ناس ما كانتش متقبله قوي ان انت تيجي في المنتخب وكده، كان في تقليل بمعنى اصح من كان في تقليل من بعض الناس يعني في الاعلام وكده، وكان في ناس برضو كانت بتنتقد ان انت يعني مش بتقدم اللي هو الناس مستنياه، ف ازاي ما كيروش معتمد عليك الاعتماد اللي هو الكامل ده، وان انت ازاي اساسي والكلام الكتير اللي احنا بنسمعه ده. ده انت اتعاملت معاه ازاي وانت قابلته ازاي؟ انا من اول لما انا سافرت الحاجه الكويسه ان انا جاي من نادي دجله، فانا معليش الضغط بتاع الاهلي والزمالك او اي نادي كبير في مصر ان هم مركزين معايا قوي انا عملت ايه انا بلعبش ليه، فانا قدرت اشتغل على نفسي ان انا اوصل لمنتاليتي كويسه ان انا ابقى الثقه في نفسي عاليه وعارف ان اي حاجه هتيجي هوقف قدامها عادي. بالذات بعد اول سنتين في وولزبرج ما كنتش بلعب، ف وقتها عرفت خلاص انا لازم اشتغل على نفسي، وكان من اوحش اللحظات في حياتي، فمن وقتها وانا عارف هتعامل مع المواقف دي ازاي. فلما جيت بقى في منتخب ما اتخدتش واحنا رايحين افريقيا منتخب الشباب والاولمبيات والموضوع اللي انت بتتكلم عليه، كنت انا قبل كده اصلا عديت في الموضوع ده، فكان الموضوع بالنسبه لي خلاص يعني ده قرار المدرب المدير الفني حاجه مش هقدر اغيرها، وكلام الناس الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أبص عليها هي الحاجات كويسة، يعني الناس هتتكلم عليها بطريقة كويسة هبقى مبسوط، بس لو اتكلموا بطريقة وحشة أنا عارف إن أنا قدامي شغل ولازم أعمله ومش هركز مع الكلام ده. وفي الآخر الحمد لله يعني لعبت مع المنتخب ووريت للناس إن أنا لا أنا أقدم مسؤولية وأنا أحسن من أي حد إن أنا ألعب في الماتش ده، والحمد لله يعني من وقتها وكروش خد قرار كويس يعني.